طيب كابتن، علشان نعرف نقسم الشباب مين هيلعب ايه وهيلعب وترتيب المنافسة نفسها، يعني اكيد ما ينفعش تبقى المنافسة كلها في يوم واحد اللاعب مش هيبقى قادر عضلاته تدي ومش هيبقى قادر يدي، بنعمل ايه؟ بنشوف قرعة ولا بن بن يعني ايه اللي بيحصل علشان نقدر نقسم الشباب او الابطال، بلاش اقول الشباب بقى، الابطال على الايام وعلى المنافسات؟ هو بصي، هو في طبعا جدول بينزل للسباقات، وعلى هذا الجدول السباحين بيبقوا عارفين سباقاتهم ايه، فبينزلوا في السباقات دي. الا ان مثلا فعلا بتواجهنا مشكله، ويمكن مثلا دارين وبرضو واحمد سمير كان عندهم يوم كامل، عندهم سباقات الصبح وتتابعات وسباقات بالليل. طبعا الموضوع ده بيبقى محتاج ريكفري كويس جدا عشان اقدر ان انا ادخل جسمي فايق واقدر ادخل في السباقات. ويمكن كابتن الفتنس وكابتن بودا عندنا في الفتنس والريكفري كويس، وكابتن منتخب مصر كانت مهتمه جدا بالحته دي، ودي يمكن احنا بنراعي كويس جدا، علشان زي ما حضرتك قلتي موضوع حضرتك يمكن بتفكري فيه موضوع صعب جدا، خاصه سباقات انت مطالب ان انت تجيب فيها نتيجه، انت داخل بتمثل مصر، فمحتاج تعمل ريكفري كويس جدا عشان جسمك فايق في الموضوع ده. فالريكفري كلمه السر يعتبر يعني. طيب انتوا بتستعدوا ازاي بقى البطولات دي؟ يعني ابدا تجهزي نفسك ازاي؟ انت كده كده بتروح التمرين بتاعك ده الطبيعي، لكن دلوقتي احنا عندنا بطوله مثلا، فهنعمل ايه؟ اول حاجه طبعا بركز قوي ان انا اركز اكتر على التفاصيل، يعني مش تمرين اكتر وكده، وكمان بعمل ريكفري كويس جدا واطول واسترتشات، وابدا اخد بقى الموضوع بجد وكده. بس يعني هل بتعرفوا مثلا يا احمد المنافسين بتوعكم؟ طبعا بيبقى قبل السباقات بنعرف مشاركين في البطولات وكده. تعرفوهم كويس وتعرفوا طريقه لعبهم؟ تشوف فيديوهات مثلا بتاعتهم؟ طبعا احيانا مش دايما يعني. يمكن كتر الاحتكاك بيبقوا بيخليكوا عارفين بعض وعارفين مين بيعمل ايه، وطريقه الفينش بتاع واحد لو هو جاله شد ولا حصل له حاجه، بتبقوا فاهمين انتوا التفاصيل دي. طبعا. انت بتبقى متمرن على اساس ايه؟ ان لو لا قدر الله انت حصل لك انت دروب، تقدر تتعامل معاه ازاي وانت في الميه؟ طبعا بيبقى في اسباب ليه، ان انت تعود في الميه تمرين، بيبقى تعود بقى بدايه فينش كده، والمدربين طبعا بتساعدنا على الكلام ده اكيد.